ما حكم الشراء من المطعم عبر التطبيق في أيام الاعتكاف؟ هل يعتبر بيعا وشراء داخل المسجد؟ لا يعتبر بيعا ولا شراء، لأن هذا مجرد طلب، هو يطلب طعاما من المطعم ولم يعقد عقد الشراء بعد، بدليل أن هذا الطلب غير لازم، لو أراد ألغاه، ولو أراد صاحب المطعم ألغاه كذلك، لو كان لازما لم يكن له الحق في إلغائه، لأن البيع عقد لازم، وهذا يدل على أنه مجرد وعد، يطلب هذا الشخص طعاما وصاحب المطعم يعيده بتحقيق هذا الطلب، فكل هذه وعود، ولذلك لا يترتب عليه آثار عقد البيع. ثم إذا وصل مندوب المطعم إلى المسجد يخرج له المعتكف، وهنا يبدأ في إبرام العقد بالإجابة والقبول، فيكون ذلك خارج المسجد، عندما يريد أن يستلم الطلب ويسلم له المبلغ يكون خارج المسجد.